السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون في النشرة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يحيي المجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة، ويؤكد ضرورة اتخاذ كل التدابير لإنجاح هذا الاستحقاق خلال ترأسه اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. رئيس الجمهورية يشدد على أن الدولة لن تتسامح مع ما تم تسجيله من أعمال تحريضية وانحرافات من قبل أوساط انفصالية وحركات غير شرعية قريبة من الإرهاب تستغل المسيرات الأسبوعية، ويأمر بالتطبيق الفوري والصارم للقانون. المشاركون في فعاليات الملتقى الدولي حول المحكمة الدستورية يثمنون استحداث هذه الهيئة تكريسا لمبدأ الحق والقانون والممارسة الديمقراطية. الوفد الجزائري ينسحب من الاجتماع الإقليمي لمديري عموم الجمارك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط إثر ورود عدد من الخرائط غير الشرعية والتي تظهر ضم تراب الصحراء الغربية لإقليم المغرب. الدبلوماسية الاقتصادية لدعم التنمية في لقاء جهوي بقسنطينة تعزيزا للاستثمار وتمكينا للمتعاملين الاقتصاديين المحليين من الترويج لمنتجاتهم. وفي اليوم العالمي للصحة افتتاح الطبعة الخامسة للصالون الوطني للإعلام ضد السرطان، وفي النشرة استذكار لبطولات المجاهدين في المجال الصحي إبان الثورة التحريرية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بداية، ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويين السياسي والأمني، بعد أن استمع رئيس الجمهورية لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال. حيا السيد الرئيس المجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة تحضيرا للانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان 2021، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق. كما درس المجلس الأعلى للأمن ما سجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب تستغل المسيرات الأسبوعية. وفي هذا الإطار شدد السيد الرئيس على أن الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان، مسديا أوامره بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر. أشرف اليوم رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش بالعاصمة على انطلاق فعاليات الملتقى الدولي حول المحكمة الدستورية ودورها في بناء الجزائر الجديدة، وهذا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، وذلك بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر وأعضاء من الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية ومدير الإعلام والإيصال والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي اللواء بوعلام ماضي وعدد من الباحثين وخبراء جزائريين ودوليين. وخلال كلمته الافتتاحية أكد رئيس المجلس الدستوري أن الرقابة الدستورية من الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية، وأن الدستور الجديد الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعد خطوة جبارة في سبيل بناء الجزائر الجديدة التي نصب إليها، وجاء بضمانات لاستئصال دابر الفساد وحماية حقوق المواطنين وحريتهم. لقد آل الرئيس عبد المجيد تبون على نفسه منذ توليه مقاليد الحكم مواصلة تجسيد مطالب الشعب حتى تم تحقيق أغلبها في سياق متكامل كان من أبرز سماته التعديل الدستوري.
الذي بادر به السيد الرئيس بعد مشاورات وسعة كان للمجلس الدستوري شرف لإسهام فيها. فكان الدستور الجديد للبلاد خطوة جبارة في سبيل بناء الجزائر الجديدة التي نصب إليها جميعا، وإقامة صرح الديمقراطية الحقة ودولة القانون، حيث عزز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها واستقلال القضاء، وجاء بضمانات لاستئصال دابر الفساد وحماية حقوق المواطنين وحريتهم، والاعتراف بالطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري الذي أصبح من الضروري إشراكه الفعلي في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة، وتمكين الشعب من اختيار ممثله في شفافية، وذلك عبر قانون انتخابات جديد يضمن استقرار أكبر وتوافق أوسع. فنيش أكد أيضا أن الدستور الجديد جاء لينص على استخلاف المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية التي ستواصل ضمان مهمة احترام الدستور. جاء الدستور الجديد لينص على استخلاف المجلس الدستوري بمحكمة دستورية ستواصل مهمة ضمان احترام الدستور، مع تمتعها علاوة على ذلك بصلاحيات أوسع مقارنة بالمجلس الدستوري، ستؤهلها للعب دور محوري لا سيما فيما يتعلق بضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، مما يجعل بلدنا في منع عن أي أزمات سياسية محتملة قد تؤدي إلى شلل أو تعطل إحدى السلطات أو المؤسسات الدستورية. وفي نفس الإطار تندرج إمكانية اختيار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة قانونا من أجل تفسير الأحكام الدستورية، وهو من شأنه المحافظة على استقرار البلاد وتجنيها مشاكل قد تنجر عن أي لبس أو سوء تفسير، والمساهمة في ضمان عدم اعتداء أي سلطة عن قصد أو عن غير قصد على صلاحيات أخرى. هذا وثمن المشاركون في فعالية الملتقى الدولي حول المحكمة الدستورية استحداث هذه الهيئة تكريسا لمبدأ الحق والقانون والممارسة الديمقراطية. المتابعة لحورية جرجر. المحكمة الدستورية تجربة جديدة تدخل البناء المؤسساتي للدولة الجزائرية على ضوء الدستور الجديد، تعزيزا للممارسة الديمقراطية وتكريسا لدولة الحق والقانون. وضع الدستور اللي فات نوفمبر 2020 اللي هو على كل حال نص صراحة على المحكمة الدستورية لأنها عندها صلاحيات أوسع من المجلس الدستوري، عندها تتدخل في النقاش السياسي، عندها تقدر تختار من طرف الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 193 رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس مجلس الأمة، الوزير الأول أو بعض النواب لتفسير قانون أو دستور. إننا نتابع باهتمام خارطة الطريق الجديدة للمؤسسات الدستورية بالجزائر، ومن شأن المحكمة الدستورية الفصل في النزاعات في حالة تداخل بين السلطات. هذا وجاءت مداخلات الخبراء خلال المؤتمر الدولي لتوضح فلسفة وخلفية إنشاء المحكمة الدستورية على ضوء التحولات التي تعيشها الجزائر. أهم شيء هو تبسيط القاعدة القانونية لدى المواطن البسيط حتى يسهل تطبيقها، وهذا أمر جديد أكيد سيؤدي إلى تعزيز دولة القانون. لقاء يضم الكثير من العارفين بمجال القانون من الكفاءات الوطنية. نحن في الجزائر أخذنا موقف وسطي، وهو أننا لا نسمح للمواطن أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة الدستورية دون أن تكون لديه مصلحة وصفة. جوهان كليكلر قاضي سابق بالمحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا يعرض تجربة بلاده مع المحكمة الدستورية، ويؤكد أن التجربة الديمقراطية بجنوب إفريقيا والجزائر هي ثمرة نضال وكفاح. انسحب الوفد الجزائري المشارك في الاجتماع الإقليمي لمديري عموم الجمارك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط من أشغال الدورة الذي انطلق يوم الأحد عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، انسحب بسبب عرض خرائط تظهر ضم تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لإقليم المغرب. فتحية بالعالية.
وقبل بداية أشغال الدورة عبر المدير العام للجمارك الجزائرية عن الرفض القاطع للوفد الجزائري لمحتوى الوثائق المدرجة من طرف المكتب الجهوي للاتصال المكلف بالاستعلامات لشمال إفريقيا ضمن أشغال الاجتماع، والتي تضمنت عددا من الخرائط غير الشرعية تظهر ضم تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لإقليم المغرب، وهذا ما يتنافى مع الشرعية الدولية وقرارات وتوصيات الأمم المتحدة. فيما طلب المدير العام للجمارك الجزائرية لرئيس الدورة السحب الفوري لهذه الخرائط، وكذا كل مستند أو وثيقة سواء كانت ورقية أو رقمية تفيد بضم إقليم الجمهورية العربية الصحراوية للمغرب. وخلافا لذلك فإن الوفد الجزائري سينسحب من الدورة. سيد رئيس دورة الاجتماع الإقليمي الافتراضي رقم 53 للسادة المدراء العامون للجمارك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، إن الوفد الجزائري الرسمي يطلب من السيد رئيس الدورة بعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملاحق تبين أنه سيتم عرض مهام وآفاق ونتائج عمل المكتب الجهوي للاتصال المكلف بالاستعلامات في شمال إفريقيا والمدرج في الملحق السابع، أين تم ملاحظة إظهار ثلاث خرائط غير شرعية لمنطقة شمال إفريقيا، حيث تظهر تلك الخرائط ضم أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهذا ما يتنافى مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعليه يطلب الوفد الجزائري بالسحب الفوري لهذه الخرائط، وكذا كل مستند أو إعلان أو وثيقة سواء كانت ورقية أو رقمية تحتوي على ضم إقليم الصحراء الغربية. خلافا لذلك فإن الوفد الجزائري سوف ينسحب من هذه الدورة. وأمام عدم تجاوب رئيس الدورة مع الوفد الجزائري متحججا بأن أشغال الاجتماع لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل من جهة، وتمسك ممثل المغرب بذات الادعاءات الباطلة التي تدعي صحة تلك الخرائط خلافا لكل قرارات وتوصيات الأمم المتحدة، قرر الوفد الجزائري برئاسة المدير العام للجمارك بالانسحاب الفوري من أشغال الدورة، وأبلغ رسميا رئاسة الدورة بقرار الانسحاب. أخي العزيز، إن كان ولا بد من عرض هذه الخرائط فالوفد الجزائري يتأسف على انسحابه بصفة رسمية من هذا الملتقى. ويندرج الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط التابعة للمنظمة العالمية للجمارك. أشرف اليوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي على تنصيب أعضاء لجنتي التوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين للجنتين، حيث ستعمل اللجنتان على متابعة ومراقبة الحملة والدعاية الانتخابية. محمد شرفي أكد أن السلطة تعمل على الإنصاف والمساواة بين جميع المترشحين. الحملة الانتخابية معنتها مراقبة القاعات، مراقبة احترام البروتوكول الصحي، مراقبة يعني احترام المواقع المحددة لإلصاق الملصقات وغير ذلك من الأمور. واللجنة الثانية متابعة التعبير عبر الشاشات الخاصة والعمومية في التغطية هذه الأنشطة اللي هضرنا عليها، في التغطية، وتكون التغطية بالتساوي بين كل المتنافسين. ضمن الاستراتيجية الدبلوماسية الاقتصادية وبعد ولاية عنابة، جرى الوفد الدبلوماسي للمستشارين الاقتصاديين زيارة ميدانية إلى ولاية قسنطينة، حيث التقى مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين قصد إيجاد السبل الكفيلة لترويج المنتوج الوطني في الأسواق العالمية. التفاصيل مع أمينة بعضش.
في لقاء اعتبر كخطوة هامة للوقوف على الآليات اللازمة لخلق منافذ اقتصادية ملائمة تسمح بتصدير المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية بديناميكية جديدة، وهو ما بدا واضحا في لقاء المستشارين الاقتصاديين الدبلوماسيين مع المتعاملين الاقتصاديين بقسنطينة. نتمنى أن تتكفل الدولة وصندوق دعم الصادرات بمصاريف التأمين. أولاً ما عندناش ثقافة التصدير، هذا هذه إشكالية كبيرة، لازم يكون عندنا تكوين في الأمر هذا. ثانياً ما نعرفوش لنورم اللي يطلبوها هاد الدول الأجنبية. هل بإمكان يعني المستشارين الاقتصاديين توفير قوائم المستوردين في البلدان المحولين إليها؟ من بين هذه التدابير التي تم اتخاذها، أولاً تعزيز دور وإمكانية المديرية لترقية ودعم المبادلات الاقتصادية، ثانياً إنشاء بوابة مخصصة للدبلوماسية الاقتصادية ومساندة المتعاملين الجزائريين في موقع انترنت للوزارة باللغة العربية باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية. كما كان للوفد الدبلوماسي زيارة ميدانية لمصانع اقتصادية بولايتي عنابة وقسنطينة للتعرف على مختلف المنتجات الوطنية ومدى تقدمها قصد إرساء قواعد إنتاجية بمعايير عالمية. دعا وسيط الجمهورية كريم يونس اليوم من سعيدة مندوبي وساطة الجمهورية إلى ضرورة تنسيق الجهود على كافة المستويات ومع مختلف الهيئات والمؤسسات بغية تحسين وترقية الخدمة العمومية. يقول بالمهدي بالمهل: أبرز الانشغالات تمحورت حول الصحة العمومية، التشغيل والنزاعات المهنية، والتي طرحت على وسيط الجمهورية خلال زيارته لولاية سعيدة. لماذا ولاية سعيدة لم تستفيد من مشاريع الكبرى مثل المستشفيات الجامعية أو عبارة عن مستشفيات عادية؟ البطالة 75% عبارة عن شبان، وعندنا قاعدة شبانية ما شاء الله مثقفة. ومشكل راه تعج به قطاع مهم في ولاية سعيدة هو قطاع البريد. كريم يونس أوضح أن تسوية المسائل العالقة لها آليات قانونية. أراد سيد رئيس الجمهورية لهيئة وسيط الجمهورية أن تكون إحدى الآليات المناسبة للوقوف في وجه هذه المظاهر السلبية عبر مساهمتها في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية والمتابعة والمراقبة العامة التي تسمح بقدر حسن علاقة الإدارة بالمواطنين. وعلى هامش زيارته لولاية سعيدة افتتح كريم يونس أيضا مقر المندوبية الولائية لوسيط الجمهورية، كما أشرف على وضع حيز الخدمة مصلحة لتصفية الدم. استنكرت سلطة ضبط سمعي البصري في بيان لها اليوم التشهير الإعلامي والاستغلال غير الأخلاقي للطفولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي داعية متعهدي الإعلام السمعي البصري ومستخدمي الإعلام البديل إلى ضرورة احترام القانون. جاء ذلك على خلفية التشهير الإعلامي والاستغلال غير الأخلاقي للطفل شتوان السعيد بعد أن تم الزج به في مسيرات احتجاجية وحمله على رفع شعارات سياسية لا يفقهها بسبب صغر سنه، مستنكرة مثل هذه الممارسات التي تهدف أساسا إلى خداع الطفل والتلاعب بأحاسيسه وعواطفه. وفي هذا المقام شددت السلطة على ضرورة احترام متعهدي الإعلام السمعي البصري ومستخدمي الإعلام البديل والأولياء على حد سواء للقانون الذي يكفل للطفل حقه في الحماية من كافة أشكال الضرر، داعية إلى التقيد بقوانين الجمهورية والاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل. ستطلق وزارة التجارة شهر جوان المقبل المنصة الإلكترونية التي تضم ما يزيد عن 2500 منتوج محلي، هذا ما أكده وزير التجارة كمال رزيق لدى افتتاحه الملتقى الوطني للاستهلاك المحلي بجامعة البليدة سعد دحلب الذي شارك فيه العديد من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين. كما دعا نزيه بن رمضان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج إلى ضرورة تقوية اللحمة الوطنية لبناء الاقتصاد الوطني. هذه البوابة ستمكننا إن شاء الله
وتسمح لكل من يهمه الأمر بالإطلاع على النسيج الاقتصادي للإنتاج الوطني، كما نحن بصدد القيام بإعداد بوابة ثانية للمنتوجات لكن فيما يتعلق بالخدمات. لما نقول لنستهلك جزائري فنحن نرفع شعار ونرفع طموح وطني وأيضا دولي، لأنه لدينا أيضا جالية وطنية في الخارج والتي تطمح أيضا يوميا أن يصلها المنتوج الجزائري، المنتوج ذو الجودة، المنتوج الذي عاطفيا ارتبط به أبناء الجالية الجزائرية. أكد المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد من تلمسان عزم الدولة على مواصلة تجسيد المشاريع وتدارك النقائص المتبقية بالمناطق الريفية من أجل إحداث التغيير المنشود وإضفاء ديناميكية اقتصادية. محمد سلمي. مشاريع حيوية جديدة وأخرى في طور الإنجاز استفاد منها ساكنة المناطق النائية بتلمسان بهدف فك العزلة وتحسين إطارهم المعيشي. عندنا قاعة العلاج تم إنجازها ترميمها، خدموا لنا ماتيكو جديد، الإنارة الحمد لله راها وصلت كل المواطنين. عندنا الطريق رانا نسمعوا باللي راه خارج الطريق هذا نتاع حوالي 6 كيلومتر راه خارج. بعض المشاريع تحققت منها بصفة معتبرة، إلا أن خصنا هنا مستشفى أو مصحة استشفائية حتى توفر على المواطنين عناء التنقل إلى المستشفيات المجاورة. إبراهيم مراد وخلال معاينته الميدانية نوه بالجهود المبذولة من قبل الدولة منذ بداية البرنامج لفك الغبن عن المواطنين. 480 مليار دينار، 43% نتاع المشاريع تم تمويلها، ومن ضمن هذا 43% اللي مولناها 62% تم إنجازها، فيها من نسبة معتبرة راهي على قيد إنجاز وعلى وشكل انتهاء، الأخرى راهي في الإجراءات. وصلنا هذا النتيجة هذه تحسين وضع المواطنين. درك الاستثمار القوي هذا حجما اللي ضخ في الميدان هذا لازم نستغله أحسن استغلال. مشاريع وإنجازات من شأنها تثبيت الساكنة داخل قراهم وتنشيط الحركية الاقتصادية بها. استعرض وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي خلال مشاركته اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في أشغال المؤتمر العالمي للمعرفة والابتكار لتحويل المدن، حيث استعرض التجربة الجزائرية في مجال الرقمنة كأداة لمكافحة جائحة كوفيد-19 والحد من انتشارها. وضحنا كل المجهودات اللي قامت بها الدولة الجزائرية في هذا الشأن، وخاصة في قطاع السكن، وإن كان يعني كان دور مهم جدا، وين مشينا في عدة مشاريع في هذا الشأن، منها ترقي الرقمنة اللي قام بها القطاع في عدة ميادين، رقمنة التعامل مع المكتتبين، رقمنة دفع المستحقات اللي خلات المكتتبين يعني عند ليماد دوفراج ما يتنقلوش، ويعني ثاني السكنات الكم الهائم من السكنات اللي قمنا بتوزيعه في سنة 2020 اللي خلى يعني العائلات في أريحية فيما يخص التباعد. بالمركب الأولمبي محمد بوضياف أشرف اليوم وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي رفقة الوزيرة المنتدبة المكلفة برياضات النخبة سليمة سواكري على إحياء اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام من العرج. الرياضي يبدا يتعطش باش يحقق ارقام اخرى، لانه بعد الحادثه اللي تعرضت ليه وانا كان في عمري 8 سنوات اتجهت مباشره للرياضه. لكم باللي الرياضه هي نعمه، الرياضه هي لغه التحاور بين الشعوب، هي رساله امل ممزوجه بالاراده والعزم لرياضيين عالميين جزائريين بمناسبه احياء اليوم الدولي للرياضه من اجل التنميه والسلام في طبعته الثامنه، والذي يهدف الى ترقيه ودعم قدرات الرياضيين من اجل تحقيق تنميه مستدامه شامله. ومن هذا المنطلق لقد بادرت وزاره الشباب والرياضه بوضع خلية وزارية مكلفة بتجسيد أهداف التنمية المستدامة في ميادين الشباب والرياضة، كما تعمل على تطوير الرياضة
وتوسيع ممارستها على أوسع نطاق، يعد فرصة للتأكيد على قوة وأثر الرياضة الإيجابي والفعال باعتباره عامل استراتيجي مهم في تحقيق التنمية البشرية. الرياضة من بين الأنشطة الإنسانية ونموذج لعمل جماعي وقاعدة للتميز الفردي والتطور الاقتصادي والرخاء الجماعي. الرياضة اليوم لها دور فعال في توطيد اللحمة الوطنية من جهة وتحقيق تنمية شاملة وعلى جميع الأصعدة. بقصر المعارض صفاقس أشرف اليوم وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بحضور أعضاء من الحكومة على افتتاح الطبعة الخامسة للصالون الوطني للإعلام ضد السرطان، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للصحة. التغطية ليوسف طافر. حضور كبير للمختصين في أكبر موعد سنوي تنظمه وزارة الصحة بالتنسيق مع جمعية أمل لمكافحة السرطان. أهمية هذا الصالون تكمن في الوقاية، التحشيش، لأنه فضاء يعني يعطي للمواطن بصفة عامة والمريض المصاب بسرطان يعني بصفة خاصة الإمكانية لالتقاء كل الأطباء المختصين في هذا المجال. دوركم كإعلاميين دور مهم جدا، تساعدونا خاصة في طرق الوقاية من المرض. مهم جدا تنظيم مثل هذه التظاهرات، هذه الصالونات لتوعية الشعب خطورة هذا المرض، الكشف المبكر عن هذا المرض. التظاهرة تزامنت مع اليوم العالمي للصحة. يكتسي هذا الصالون طابعا رسميا بموجب نص قانوني ابتداء من هذه السنة. هي الوقاية قبل الإصابة، والتشخيص المبكر جدار صد حقيقي لتفادي الداء الخبيث. وضمن الجهود المبذولة للوقاية من السرطان، أشرفت مجموعة من الأطباء بالمستشفى الجامعي خليل عمران ببجاية على مشروع يهدف إلى التشخيص المبكر للكشف عن سرطان القولون والمستقيم بطريقة متطورة وسريعة. هشام سعدوتي. بعد سنوات من الاجتهاد، هذا الفريق الطبي وصل إلى نتائج مشرفة في الكشف المبكر عن سرطان القولون مرض العصر، وهذه تفاصيل التجربة. هذا المشروع بديناه في 2017، استهدفنا النساء والرجال فوق 50 سنة وتحت 74 سنة. هذا الأوتومات يستوعب 80 تيست في الساعة، في الساعة واحدة يقدر يدير 80 تيست. دونك اون بو فير ميم ان اوتومات با سوفير بور 4 5 ولاية. هذا الوحيد في افريقيا، شمال افريقيا سي لو سول. دونك ديبي 2017 سي عباره عن شغل سي تويو، سي اندوسكوبي ديجستي، سي اون كولوسكوبي اللي حنقدروا بواسطتها نشوفوا كامل الكولون تاع هذا المواطن، ونبحثوا جوستمون على السبب اللي دار الايجابيه تاع هذا لو تيست. بعد عمليه الكشف المريض يكون عنده تشخيص المرض تاعو، يكون تكون عملية التكفل به على مستوى المصلحة الخاصة بعلاج أورام طبعة أورام السرطان. سنيد دو بيوب اللي تسمس ناس نشلفو تينا كلي الكولون، الحمد لله ساس باسون ميرفي مالغري موناج، ويعتبنا لا ويقريحنا لا. الحمد لله كل شيء مليح، طبيبة تاعنا الله يبارك عليها نحبوها بزاف، حيت لو سان تاعي الحمد لله بريت كل شيء مليح هنا. جهد مذل وإجهاد وتضحية كبيرة للفريق الطبي الذي يعكس نبل المهنة ويستوجب مساعدة السلطات الوصية. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة، كاميرا تلفزيون تدخل منزل المجاهد محفوظ إسماعيل منظم ومسير الصحة أثناء الثورة التحريرية في الولاية التاريخية الأولى. المجاهد سي محفوظ الذي تعدى عمره 100 سنة شاهد على التاريخ ويرويه لجيل اليوم. البورتري لنجوى قريق. استقبلنا المجاهد محفوظ إسماعيل في بيته فاتحا لنا بابا من التاريخ يسرد لنا تفاصيل دقيقة عن مساره النضالي وهو يتعدى 100 سنة من عمره. طبيب الثورة أو محفوظ الفارماسيان لقبه الثوري، فحبه لمهنة الصيدلة جعله يتعلمها في سن صغيرة ليكلف بعدها بتنظيم وتسيير الصحة أثناء الثورة التحريرية بالولاية الأولى. بديت على كل حال الصحة، جبت القلم وبديت نسجل قبل ثم الأدوية كلها اللي يحتاج النظام
عدد كبير، ثم أعطيتها له وهو تكلف قليلا، تكلف بالمدخول نتاع الأدوية كلها الأخر، ويكون تأسيس لهنا التأسيس نتاع قسم الصحة تكون مستشفى. في كل مرة يجالس المجاهد سي المحفوظ أولاده وأحفاده يحكي لهم تاريخ بلادهم، وبين حكاية وحكاية رسالة. وانا نستفاد من القصص تاع من الحكايات تاعو هذوما باش نطبقهم، نستخدم منهم العبرة ونستفاد منهم في حياتي. كما كانوا يجاهدوا في الماضي المجاهدين المناضلين، كما كانوا يجاهدوا اليوم، كما راهم يجاهدوا الأطباء والممرضين والعمال في هذا المرض هذا. تكريم المجاهد سي المحفوظ عرفان من جيل اليوم لمن صنعوا تاريخ وطن ننعم باستقلاله بفضلهم إلى اليوم. سجلت 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات رحمهم الله خلال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تمثل 200 ومريضان للشفاء. أعطت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو إشارة انطلاق حملة وطنية تحسيسية على مستوى كل ولايات الوطن لتحسيس المسنين بصيام آمن، خاصة المرضى منهم، تقول وهبة مزوج. أمهاتنا بدار المسنين بدل إبراهيم، رغم بعدهم عن ذويهم لم تغب الفرحة عنهم بقدوم الشهر الفضيل. نصوموا بالصحة والهنا، إن شاء الله نصوموا لا فاقدين لا مفقودين. الله إن شاء الله ينزل الرحمة في القلوب، يا ربي في الدار لنا هذه الوباء إن شاء الله يا رب العالمين. كي حنا كي الناس النوزو، كاين المسجد للتراويح للصلاة والفطور بالطباع. صيام آمن لكبار السن هو عنوان الحملة الوطنية التحسيسية فيما يخص الخلايا الجوارية اللي راح تنتقل على مستوى البلديات في إطار الحملات المتواصلة والقوافل التضامنية المتواصلة لقطاع التضامن الوطني في شهر رمضان، لتكون القوافل ذات أهداف مزدوجة، منها الإعانات ومنها الحملات التحسيسية بالنسبة للصيام للأمراض المزمنة، وكذلك الفحص الطبي والتحقيقات الاجتماعية، إلى جانب الإصرار والتأكيد على مواصلة عزمنا في تطبيق البروتوكول الصحي. المبادرة هذه لتبين يعني اهتمام أولا كل حكومة فيما يخص تلبية احتياجات أمهاتنا وأبينا. دليل صحي يضم إرشادات صحية بالتنسيق مع وزارة الصحة سيوزع على مراكز المسنين عبر الوطن. أشرف اليوم كل من وزيري الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي والصناعة محمد باشا على لقاء حول تطوير الصناعة الوطنية وبناء وإصلاح السفن. إنصاف بخلفة والمزيد. صيانة وإصلاح وبناء السفن مع توفير قطاع الغيار وتشجيع إنتاجها محليا هو ما تحمله مشاريع موعد تجسيدها ميدانيا نهاية السداسية الأول لهذا العام. وهذه الشركة هذه عندها طموح كبيرة، كما قلت لك رانا حابين باش نطوروها ونطوروا الصيد البحري يعني بصفة عامة، وإن شاء الله يكونوا يوقفوا معنا ويعاونونا. دونك رايحين نديروا الأسس إن شاء الله، احنا نبداو كمؤسسة وطنية وإن شاء الله نجيبوا معنا هذوك المؤسسات الصغيرة يندمجوا معنا. نظرا يعني لضيق بعض الأماكن على مستوى الموانئ، نحن يعني نعمل بطريقة نقول اقتصادية ذكية من أجل الرد على جميع المتطلبات. اقتصاد ذكي يسعى عبر عقلنة وتسيير واستغلال جل الموارد المحلية إلى تحقيق وتسهيل العمل على أصحاب المهن، بل إلى تصنيعه. الإمكانيات التي هي لدينا اليوم نستعملها على أحسن ما يرام لتلبية الحاجيات الآنية. العمل تاعنا هو تهيئة بيئة اللي تكون تسمح لكم أن هذه المشاريع تكون ناجعة وتندمج في استراتيجية اللي تكون عندها النجاعة الاقتصادية. ورقة طريق لتطوير صناعة متكاملة ترسم معالم بيئة اقتصادية ترافق أصحاب الهمم.
وفي إطار تجسيد استراتيجية قطاع الصيد البحري يتم تهيئة وتسيير المصائد عبر الشواطئ الجزائرية تجربة من خليج عنابة مع عائشة ببريق. رصيف صناعي بشكل هرمي بسعة 150 مترا مكعبا يهدف لتوفير موطن للكائنات البحرية المختلفة قصد التكاثر. المواد اللي متركبة منها هي مواد حديدية، يتم إنجاز عدة أشكال، الأشكال هرمية مكعبة إلى غير ذلك. غمر الأرصفة الاصطناعية على مستوى خليج عنابة، والتي تتم عن طريق نادي هيبون سيب للغوص البحري والرياضات البحرية. كانت عندنا تجربة أولى في 2016 مع جامعة عنابة اللي كان عندها دور فعال من دراسة وليتدو فيزابيليتي به نقدروا يكون هذا المشروع عنده مصداقية كبيرة. غمر الشعاب الاصطناعية كان عنده دور فعال في توعية الصيادين، توعية محبين البحر. والفرصة كانت لطلبة قسم علوم البحار بجامعة عنابة للاستفادة من هذه التجربة. صحيح أننا تعلمنا الكثير من الدروس النظرية، لكن تخصنا الكثير من الدروس التطبيقية، لذلك نحن هنا من أجل أن نتعلم التطبيق. سيغمر هذا الرصيف الاصطناعي على عمق 20 متر، وهذا في المنطقة المسماة رأس الحراسة، وهذه المهمة سيقوم بها 6 غواصين تابعين لنادي هيبون للغوص البحري، وهي العملية التي ستستغرق 4 أيام، تقنية ستساهم في تجديد الثروة السمكية. 36 منصة رقمية تتيح للمواطنين استخدام 118 خدمة إلكترونية في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تم عرض الأحدث منها خلال اليوم الإعلامي الذي نظم في إطار مجهودات الدولة لمحاربة البيروقراطية بإشراف عدد من أعضاء الحكومة. ويواصل القطاع حاليا العمل على تطوير حلول رقمية جديدة من شأنها إلغاء الطابع المادي للوثائق والقضايا البيروقراطية بشكل تدريجي ومنهجي ونهائي إن شاء الله، وذلك بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية. وفي هذا الشأن تعمل وزارتنا على وضع السياسات العامة للتحول الرقمي وتفعيل استخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية من خلال إعداد وبصفة تشاركية وتشاورية الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان من قسنطينة عن اعتماد 198 مجلة علمية مصنفة. نوردين بن عبسة يفصل. مركز جديد في العلوم الصيدلانية بقسنطينة سيعمل على دفع الصناعة الصيدلانية بالجزائر باعتبار قسنطينة قطبا لها، وكتجربة رائدة تثمين بقايا الدجاج في صناعة الجيلاتين الحلال واستعمالها كمادة أساسية في صناعة الكبسولات. أرجل الدجاج في الوقت الحالي في المارشي مونديال نبيعوها ب 450 دولار للطن. درنا اون ميثود ديكستراكسيون، وصلنا اون ماتيال لا جيلاتين اللي نقدروا نبيعوها 1700 دولار للطن. راحين نوصلوا لي كابسول فيد نوصلوا بهم 5000 دولار للطن. مركز آخر يبحث في الكيمياء البيئية والجزئية البنيوية مكن باحثيه من نشر إسهاماتهم بشكل دوري دوليا وتثمينا للبحث العلمي مجلات جديدة لنشر المقالات العلمية أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمام الأسرة الجامعية. دورة اللجنة الوطنية لتقييم المجلات العلمية أسفرت على اعتماد تصنيف 198 مجلة علمية مصنفة جيم جديدة ليصبح بذلك العدد الإجمالي للمجلات الجزائرية المصنفة في هذا الصنف 286 مجلة. منصة بحث في تكنولوجيا الفلاحة الغذائية رهان يعمل على تكوين الدكاترة حسب حاجة السوق الحرة في عصر الرقمنة. الآن يرفع على مسامعنا أذان صلاة العشاء بتوقيت الجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. تقبل الله صلاة الجميع. نستكمل وإياكم بقية مواضيع الثامنة، ومن بشار أبرزت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة مدى المساهمة التي يقدمها القطاع في التنمية الاقتصادية للوطن. يقول عبد الوهاب حدبي.
بسمة بن طيب متربصة في المعهد الوطني للتكوين المهني مبخوتي الأحسن بولاية بشار في اختصاص الطرق والشبكات المختلفة، والذي كان إلى وقت قريب حكرا على الذكور قبل أن ترفع بسمة وأخريات التحدي وتشمرن عن سواعدهن خدمة للبلاد والعباد. خيرت هذا الاختصاص لخاطر كانت عندي رغبة فيه، زعما حاجة جديدة كيشوفوا بنت في هذا المجال هذا، وإن شاء الله يكون تحدي. هذا الميدان في الآونة الأخيرة أنا لاحظته ليس حكر على الذكور فقط، وإنما دخلوا فيه الإناث، وراه الأهمية نتاعو في المجال الميداني. لاحظت إقبال من الإناث على تخصصات ذات طابع تقني ربما ما كناش نشوفوها، وهذا يعني يقدم صورة جديدة للمرأة في بلادنا، المرأة في ولايات الجنوب اللي حتى هي حبت تساهم بشكل مباشر في هذه التخصصات. الوزيرة وخلال لقائها مع إطارات القطاع شددت على ضرورة التكفل الأمثل بالمتربصين لضمان الإتقان والجودة في العمل بعد ولوجهم سوق الشغل. أكد الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات من ولاية الطارف على أهمية مرافقة المؤسسات المصغرة من خلال مقاربة اقتصادية ورفع العراقيل أمام أصحاب المشاريع. نتابع المزيد مع حسن ميططلة. كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة نسيم ضيافات أثناء إشرافه على انطلاق القافلة التحسيسية للمرأة الماكتة بالبيت بولاية الطارف عن استراتيجية الوزارة المبنية على المقاربة الاقتصادية من خلال دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة. اليوم ماشي الشاب اللي يجي يقول لي أنا حاب ندير هذا البروجي. نعم تفضل انت تقول لي واش حاب دير بروجي، بس حتى ما نوقعوش في الاخطاء القديمه انت تقول لي وانا نقول لك واش كاين. انا نقول لك هاي المنطقه تاعك واش تحتاج كوم اكتيفيتي، وانا اللي نوجهك لها ونرافقك. هذه هي المرافقه القبليه. مؤسسات مستحدثة وأخرى في طور التشكيل زارها الوزير المنتدب، فيما توقف عند أخرى بمنطقة النشاط بالطارف وتعهد برفع العراقيل أمام الشباب ودعم اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحرير المبادرة واستحداث أقطاب استثمارية كهذا المتواجد بولاية عنابة والذي سيعطي دعما اقتصاديا للمؤسسات الناشئة. راح يكون قطب وقبلة لمؤسسات على المستوى الوطني. كان الاختيار في ولاية عنابة لم يكن اختيارنا، يعني احنا اللي خيرناه، لكن كان فيه ذلك الصرح يعني اللي فيه اكثر من 17 هكتار. متعهدا بمرافقة المؤسسات المستحدثة ووضع آليات اكثر فعالية لتحقيق التنمية الاقتصادية بهذه الولاية الحدودية. نظمت قيادة القوات البحرية اليوم تمرينا استعراضيا حول البحث والإنقاذ في البحر بالواجهة البحرية الوسطى بناحية العسكرية الأولى. يا أيمن حنفي. يهدف هذا التمرين لاختبار القدرات العملياتية لكل الأطراف المعنية بالتدخل في مثل هذه الحالات العسكرية منها والمدنية على المستويين المحلي الجهوي والوطني، إلى جانب تعزيز التجربة المكتسبة لوحدات القوات البحرية في مجال البحث والإنقاذ في البحر. نفذ اليوم تمرين استعراضي حول البحث والإنقاذ في البحر بالواجهة البحرية الوسطى الناحية العسكرية الأولى، وذلك من أجل الأهداف التالية: تعزيز التجربة المكتسبة مسبقا من طرف وحداتنا في مجال البحث والإنقاذ في البحر، اختبار تفاعلية الهياكل العسكرية والمدنية المقحمة مع تقييم التنسيق وإدارة العملية، اكتساب التحكم في مجال إجراءات التحقيقات الملاحية. تمحور سيناريو التمرين حول تلقي المركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقواتنا البحرية لنداء استغاثة من طرف سفينة صيد على متنها 20 فردا متواجدة على بعد 8 أميال بحرية شمال غرب رأس مطيف، مفاده نشوب حريق على المتن. التمرين جرى في ظروف جيدة حيث نفذت جميع مراحل التمرين بنجاح في وقت المناسب ومكان المبرمج، وبتدخل جميع الوحدات المشاركة باحترافية عالية مبرهنة على مستوى العالي للتحضير القتالي والجاهزية التامة.
ليقوم المركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ بالجزائر على الفور بإطلاق إشارة إنذار لإخطار وسائل التدخل في مجال البحث والإنقاذ، ليتم مباشرة إرسال قاطرة وزوارق إنقاذ إلى مكان الحادث للشروع في عملية إخماد الحريق من خلال تبريد الأغلفة الخارجية. بعد التمكن من إخماد الحريق، تدخلت مروحية تابعة للقوات البحرية لإجلاء الطبي للمصابين إلى المستشفى، في حين قامت زوارق الإنقاذ بنقل بقية المصابين نحو ميناء الجزائر، حيث تم نصب مركز طبي متقدم تابع للحماية المدنية بالتنسيق مع مصلحة الاستعجالات الطبية للجزائر، وذلك لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ومن ثم تحويلهم إلى أقرب مستشفى. كما نفذت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بولاية يارت تمرين سارس 2021، ويتعلق بالبحث والإنقاذ عن طائرة تسقط بمنطقة جبلية. نوردين قاسمي والمزيد. البحث وتحديد موقع طائرة مدنية تسقط بالقرب من غابة سيد العابد بتيارت، تمرين نفذته قوات الدفاع الجوي عن الإقليم باحترافية وجاهزية تامة. يهدف هذا التمرين إلى اختبار وتقييم الفعالية أو الجاهزية العملياتية للوحدات المتدخلة سواء العسكرية أو المدنية المشاركة في مهمة البحث والإنقاذ عن طائرات في حالة نجدة، بالإضافة إلى مراقبة مدى تطبيق المخطط الوطني للبحث والإنقاذ الساري المفعول. فور تحديد مكان الحادث يتم الإعلان عن حالة الطوارئ وتفعيل مخطط الإغاثة بالولاية، لتتدخل على الفور فرق الحماية المدنية والمصالح الأمنية لنجدة الركاب وتسيير الوضع في الميدان. سوف نقيم مدى جاهزية تدخل مختلف المصالح الدولة للإنقاذ، لا سيما المخطط العملي للنجدة اللي نسموه باللغة الفرنسية لو بلان أورساك. التمرين يراعي أيضا التكفل بأهالي الضحايا من خلال خلية تتواصل معهم وتخفف عنهم هول الصدمة. وتنفيذا للبرنامج السنوي لمديرية العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني، نظمت أمس زيارة إعلامية لفائدة وفد من الملحقين العسكريين المعتمدين بالجزائر للمؤسسة الوطنية للألبسة ولوازم النوم بالخروبة بالناحية العسكرية الأولى. الوفد العسكري استقبل من طرف المدير العام للمؤسسة، حيث قدم لهم عرضا حول مهام هذه المؤسسة ذات الطابع الصناعي وما تحتويه من هياكل وسلاسل إنتاجية، ليطوف بعدها الوفد بمختلف الورشات ويقف على مراحل التصنيع داخل هذا القطب الصناعي الذي يساهم في ترقية النسيج الصناعي الوطني. هذا وأبدى الوفد إعجابه باحترافية عمال المؤسسة ومستوى التطور الذي عكسته جودة المنتوجات النسيجية والمواد المدمجة ووسائل الحماية الفردية والتمويه. وتعزيزا لرابطة جيش أمة، نظم مركز 555 للتدريب المتخصص في النقل العسكري بالناحية العسكرية الخامسة زيارة موجهة، تعرف خلالها ممثلو وسائلي الإعلام الوطنية على مهام هذا المركز وكذا دوره. يقول سعيد بالعز: قوة وتماسك الجيوش يقاس بمدى التفاف شعوبها حولها. في هذا الإطار نظمت قيادة الناحية العسكرية الخامسة زيارة موجهة لوسائل الإعلام الوطنية حول المركز 555 للتدريب المتخصص في النقل العسكري بأم البواقي.
تلقينا مجموعة من الشروحات من طرف يعني القيادات الموجودة والإطارات والكفاءات الموجودة بهذه المؤسسة العسكرية. تعرفنا أيضا على مختلف الفروع والمصالح الموجودة. هذا العسكري هذا راهو متشبع بكل المعارف تاع السياقة، إلى جانب أنه المعارف العسكرية اللي تلقاها في مختلف مراحل التكوين. المناسبة كانت فرصة لرجال الإعلام للتعرف عن كثب على مهام وتنظيم مركز 555 للتدريب المتخصص في النقل بمختلف مصالحه. اليوم 6 أبريل 2021 زيارة لفائدة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة، أين وقفوا من خلالها على مهام وتنظيم هذا المركز الذي يعتبر مرفق هام تفخر به القوات البرية، وهو مؤسسة تكوينية تتوفر على كفاءات بشرية عالية وتجهيزات مادية وبيداغوجية متطورة. مثل هذه المبادرات تسعى من خلالها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي إلى مد جسور التواصل مع كافة أطياف المجتمع، بما يعزز الروابط المتينة التي تجمع بين الشعب وجيشه. كما نظم مركز التدريب للدفاع المضاد للطائرات الشهيد أحمد التاوتي بلغواط بالناحية العسكرية الرابعة زيارة موجهة لوسائل الإعلام الوطنية. محمد شوقي بونيف. مركز التدريب للدفاع المضاد للطائرات الشهيد أحمد تاوتي بالأغواط الناحية العسكرية الرابعة مؤسسة تكوينية حظيت اليوم بزيارة موجهة لمختلف وسائل الإعلام الوطنية. ستمكن هذه الزيارة من التعرف بمختلف تخصصات سلاح الدفاع المضاد للطيران، وكذا المسابقات المنظمة وشروط الالتحاق والتجنيد بالمركز. الوفد الإعلامي اطلع على المرافق البيداغوجية التي تعكس احترافية المؤسسة العسكرية بتوفير تكوين نظري وآخر تطبيقي. تعرفنا على الهياكل الموجودة وكذلك على التدريب المقدم لضباط الصف من أجل إخراج رجال ميدان، رجال يذودون عن الوطن. تعرفنا على الاحترافية الكبيرة التي أصبح الجيش الوطني الشعبي يعني يعتمدها ويسوقها عن طريق رجال الإعلام. كما تابع الوفد الإعلامي أيضا جانبا من العروض القتالية التي تعكس احترافية ونجاعة التكوين داخل مؤسسات الجيش الوطني الشعبي. أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري اليوم أن أوقات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية خلال شهر رمضان المعظم لسنة 2021 ستكون من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى 3:30 زوالا بالنسبة للولايات الشمالية، ومن 7:30 صباحا إلى 2:30 زوالا بالنسبة للولايات الجنوبية. وإحياء لسنة التضامن خلال الشهر الكريم انطلقت اليوم من قصر المعارض بالعاصمة قافلة تضامنية للهلال الأحمر الجزائري لفائدة 5000 عائلة بمناطق الظل عبر ولاية الوطن بمبادرة من الهلال الأحمر الجزائري. واليوم نواصل العملية لمناطق 58 ولاية مناطق الظل، ركزوا على هذه المناطق، هذه استراتيجية الهلال الأحمر منذ 2014. الآن أخبار دولية متفرقة نتابعها مع خالد ذهبي. رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا بإعلان المجلس الرئاسي إنشاء مفوضية وطنية عليا للمصالحة تعزيزا للوحدة والعدالة وحقوق الإنسان وإعادة النسيج الاجتماعي في المجتمع الليبي. إلى ذلك تشهد البلاد حركة دبلوماسية مكثفة، حيث شهدت اليوم زيارة لرئيسي الوزراء الإيطالي واليوناني. بالأراضي المحتلة استشهد فلسطيني فيما أصيبت زوجته في اعتداء لقوات الكيان الصهيوني بالنار عليه شمال غرب القدس. سياسيا نددت السلطة الفلسطينية بإقدام قوات الاحتلال على منع انعقاد لقاء تشاوري حول الانتخابات التشريعية في القدس واعتقال عدد من المشاركين. بفيينا انتهت جولة أولى من المحادثات حول اتفاق إيران النووي لرفع العقوبات على طهران وتطبيق الاتفاق على أن تستأنف الجمعة القادم بلقاء لممثلي القوى الكبرى مع إيران، تمهيدا لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم مع مجموعة 5+1.
وقبل التذكير بالعناوين يمكنكم مشاهدينا متابعة عقب النشرة حوارا خاصا مع سفير الجزائر بفرنسا سيد عنتر داود في برنامج جيوبوليتيكس مع عفاف بالهوشات على قناة الجزائر كانال الجيري. إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يحيي المجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة، ويؤكد ضرورة اتخاذ كل التدابير لإنجاح هذا الاستحقاق خلال ترأسه اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. رئيس الجمهورية يشدد على أن الدولة لن تتسامح مع ما تم تسجيله من أعمال تحريضية وانحرافات من قبل أواسطة انفصالية وحركات غير شرعية قريبة من الإرهاب تستغل المسيرات الأسبوعية، ويأمر بتطبيق الفوري والصارم للقانون. المشاركون في فعاليات الملتقى الدولي حول المحكمة الدستورية يثمنون استحداث هذه الهيئة تكريسا لمبدأ الحق والقانون والممارسة الديمقراطية. الوفد الجزائري ينسحب من الاجتماع الإقليمي لمديري عموم الجمارك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط إثر ورود عدد من الخرائط غير الشرعية والتي تظهر ضم تراب الصحراء الغربية لإقليم المغرب. الدبلوماسية الاقتصادية لدعم التنمية في لقاء جهوي بقسنطينة تعزيزا للاستثمار وتمكينا للمتعاملين الاقتصاديين المحليين من الترويج لمنتجاتهم. وفي اليوم العالمي للصحة افتتاح الطبعة الخامسة للصالون الوطني للإعلام ضد السرطان. وفي النشرة استذكار لبطولات المجاهدين في المجال الصحي إبان الثورة التحريرية. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.